من زمان قوي والشعب المصري معروف عنه خفة الدم، ويمكن قبل اختراع النت والسوشيال ميديا كان الشعب المصري عنده الترند الخاص بيه واللي كان متمثل في النكتة ورسومات الكاريكاتير. فلما كنت تقابل حد تلاقيه بيقول لك سمعت آخر نكتة، أو تلاقيه بيفتح لك الجورنال يوري لك آخر كاريكاتير منشور فيه. والحقيقة إنه مصر كان عندها عظماء في فن الكاريكاتير، رسوماتهم انتشرت في العالم كله، ومنهم أحمد حجازي، مصطفى حسين، ومحي الدين اللباد، وبهجت محمد عثمان، وغيرهم وغيرهم كتير جدا. وعشان كده معانا النهارده ضيف هيفكرنا بالزمن الجميل ده، وخصوصا انه فنان كاريكاتير محترف، وبدا ان هو يعمل فيديوز ولايفز على السوشيال ميديا وهو في الشارع والمواصلات والاماكن العامه وهو بيرسم الناس اللي حواليه. وطبعا الفيديوز دي حققت نجاح كبير جدا على السوشيال ميديا، وهو كمان عضو الجمعيه المصريه للكاريكاتير، وابتدى مشواره في الصحافه كرسام في الاخبار والجمهوريه والمسائيه والمواقع والصفحات الاخباريه على السوشيال ميديا.